النكافي عند الأطفال والكبار وكيفية علاج التهابات الغدة النكافية في المنزل. انتشر مرض النكافي أو التهاب الغدة النكافية مرض على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية. هو مرض فيروسي معدي يسبب عدوى تسبب تورم إحدى الغدد النكفية أو كليهما، الغدد المسؤولة عن إفراز اللعاب الموجودة بالقرب من الأذنين، حيث تتورم الرقبة والخدين ممن يسبب ألما شديدا عند مضغ الطعام أو بلعه. يصيب المرض الأطفال عادة. ينتقل فيروس النكافي بسهولة من شخص لآخر من خلال قطرات اللعاب المصابة عندما يسعل الشخص أو يعطس، أو من خلال الألعاب أو الأدوات. الشخص المصاب معدي بشدة قبل حوالي 3 أيام من ظهور التورم وحتى 9 أيام بعد ذلك. المضاعفات، على الرغم من ندرتها يمكن أن يؤدي النكاف إلى بعض المضاعفات. التهاب السحايا، يمكن أن تحدث إذا انتشرت العدوى عبر مجرى الدم ثم إلى الجهاز العصبي، حوالي 5% من حالات النكاف. التهاب البنكرياس، عدوى في الخصيتين، التهاب الخصية لدى الشباب في سن البلوغ. الصمم، على الرغم من ندرته الشديدة يمكن أن يسبب النكاف صما دائما في إحدى الأذنين أو كلتيهما. أعراض النكاف عند الأطفال والكبار. الأعراض تظهر أعراض النكاف عادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من التعرض للفيروس. يعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة أو معدومة للمرض. الحمى، الصداع، تورم في واحدة أو أكثر من الغدد الموجودة بالقرب من الفك ممن يسبب تورم الخدين. ألم عند بلع الطعام أو مضغه. التعب، فقدان الشهية، ألم في الأذنين أو العضلات. وتعد بعض الأعراض علامة على حدوث مضاعفات يمكن أن تكون خطيرة. حمى تصل إلى 40 درجة مئوية. تصلب في الرقبة. نوبة تشنج. دوار. صداع حاد. وجع البطن. انتفاخ أو إيلام في إحدى الخصيتين أو كليهما. يعتبر العلاج في معظم الحالة يشفى المرض من تلقاء نفسه بعد حوالي 2 أسبوع ولا يتطلب التدخل، ومع ذلك من الممكن تخفيف أعراض معينة مثل الألم أو الحمى.